نتمنوا ان شاء الله هذا العام الصعود، ولكن كما لاحظتوا في البداية كاع المباريات الاولين ما تفرجناش، ما مشيناش مع الفريق. كتشوفي دابا حتى الجوج ماتشات الاخرين عشت حال التيران. كنتمنوا ان شاء الله العام الجاي يكون الافضل. شنو بالنسبه لكم كيمثل هذا الملعب هذا اللي كاين في المدينه؟ شنو الاضافه اللي غادي يعطيها من بعد؟ هذا كيعطي الاضافه مزيانه للبلاد وعطى شلة حوايج بالنسبه للساكنه ديال مدينه الزمامره. وكنتمنوا ان شاء الله من القدام يتحلوا شحال من حاجه. كنتمنوا بحال داعر دور الشباب، كنتمنوا فين بنادم فين يتلاها. وكما كنعرفوا راه كاين كونوا تلاميذ كيكون بنادم كيبغي فين يتلاها اسبوعيا بحال هكا. كنتمناو ان شاء الله يكون شله حوايج، كنتمناو من الفريق ان شاء الله يعطي الاضافه العام الجاي ونكونوا ان شاء الله في بروميير سير. الفريق ديالك كنتمنى ان شاء الله يربح، يربح ان شاء الله بشي نتيجه مقنعه ان شاء الله. ان شاء الله تقدر تولي منطقه نقدروا نفتخروا بالفرقه ديالنا، تولي فرقه مشهوره، يولي كاع الناس يشوفوا مدينه الزمامره فرقه فرقه في المستوى وتستحق التنافس ان شاء الله. يلا علاش نتايا اختاريتي انك تلعب كره في نادي نهضه الزمامره؟ حيت هي البلد ديالي وكاين التنظيم مزيان وكل شيء، وكنجيو فرق اخرين وكنديروا ماتشات وكاين التنظيم وكاين كل شيء، وكنشجعوا فريق نهضة الزمامره باش يربح واللعابه وبغينا ان شاء الله العام الجاي نطلع ان شاء الله. بالنسبه للمدرسه موفرين لكم كل شيء، كتلعبوا ايه مزيان، كتريني، والمدربين مزيانين معاكم؟ مزيانين كل شيء كاين. شنو كتمنى تكون ان شاء الله فاش تكبر؟ اش من لعاب شكون هو اللاعب اللي كيعجبك؟ نيمار ان شاء الله. شنو كتمنى الفريق ديالك؟ شفنا انهم داروا ملعب جديد وتفتح ان شاء الله، غادي تبقاو تستقبلوا فيه رسميا. كيفاش استقبلتوا هذا الافتتاح ديال هذا الملعب؟ بحال هذا تقولي دابا هذا هو الماتش الرابع ولا الخامس اللي غتفتتح في وجه الجمهور. الحمد لله على كل حال، كتشوفوا التيران يلاه تبناو يلاه شحال من حاجه. وكنتمناو التوفيق للفريق العام الجاي ان شاء الله، وبغينا الصعود العام الجاي لك شاب كما كتشوف هذا العام ما كتشابش، ان شاء الله يكون خير العام الجاي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.